بطل عايشين مش خايفين رغم الأخطار اللي شافوه مش هتعادوا الأخذ قرار دايما دول مش المشوار في السكة حفر أو أحوار قابلتهم لكن هزموها صدق إن الرعي لخرف في حظاير تانية كتير حلقتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. والنهاردة معانا شهادة إيمان من المغرب حقيقي، ومنصلي فعلا أن يكون كل شعب المغرب للمسيح. أشكر رب جدا لأن في أعداد كبيرة جدا جدا من إخواتنا المغاربة أمنوا بشخص الرب يسوع المسيح، وكان في منهم كتير شاركوا معنا، منهم طبعا الأخت المباركة الأخت سعاد. فبنصلي من أجل هذا الشعب الجميل أن كلهم بنعمة المسيح يكونوا للمسيح. فمع حضرتكم بنرحب بأخونا محمد. أهلا بحضرتك أخ محمد، أهلا بيك في برنامج صوت العابرين، برحب بحضرتك. شكرا للأخت نورة، وأنا سعيد أن أكون معكم هذه الليلة وهذا اليوم. شكرا لك. أمين أمين. أول لقاء مع حضرتك، وبإذن الرب لقاءات يعني تتكرر معاك أكثر من مرة. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. العفو. أشكرك. طب إحنا متعودين أخ محمد إن إحنا في بداية الحلقة بنصلي، فأطلب حضرتك تصلي من أجل وقت الحلقة، من أجل أحبائنا المشاهدين، إن الرب يتلمس معاهم ويستخدم كل كلمة في شهادة إيمان حضرتك إنها تكون سبب لخلاصهم إن هم يعرفوا الرب يسوع. أمين. تفضل حضرتك. تفضل. يا رب يا إلهنا كان حمدك كان شكرك يا رب، وكان طلب منك يا رب إنك تكون معنا في كل مراحل الحياة ديالنا يا رب. أمين. كان حطوا بين يديك يا رب دواتنا، كان حطوا بين يديك عائلاتنا يا رب وكل مالينا، وأنك كان طلب منك يا رب أنك تستعملنا كأدوات ليك وشخصك والمجدك. كان طلب منك يا رب أنك تبارك بلداننا مجتمعاتنا يا رب، وتبارك عائلاتنا، وتبارك أيضا أغيارنا يا رب، وتكون معهم يا رب، وتجيب ناس ليك ولشخصك. باسمك نصلي. أمين آمين آمين آمين. قبل ما نبدأ مع أخونا محمد، إحنا متعودين أن في كل حلقة بنقدم فكرة من الكتب الإسلامية، بنتابع مع حضراتكم أي موقف حاصل أو أي ترند موجود، وبنعلق مع حضراتكم أو بنعرضه حضراتكم، بنتكلم لو في حاجات من في القرآن والسنة هل ينفع أن المسلم يطبقها الآن، أو الحاجات اللي كان بيعملها رسول الإسلام أو الصحابة هل تنفع أن هم أو ينفعوا يكونوا قدوة لينا أن احنا نتبع أثر خطواتهم ونطبق تعليمهم واللي كانوا بيعملوه في وقتهم في زماننا ده. من ضمن الحاجات اللي موجود في الكتب والتراث الإسلامي الفكرة اللي هعرضها على حضراتكم من الشيخ ده. الشيخ بيعلم المسلمين، بيعلم التابعين ليه، أنك أنت لا تمدح شخص غير مسلم، حتى لو الشخص كويس ما تقولش عليه كويس، حتى لو أنت يعني عامل معك حاجة كويسة أنك تقول له شكرا، أنك تقول الإنسان ده كويس، لا ده مش كويس. لا، أو على النقيض تماما بيعلمهم أن المسلم مهما عمل من ذنوب ومن معاصي هو أفضل وهو أحسن عند الله. أنا ما أعرفش مين الله دوت اللي هو بيتكلم بالنيابة عنه، لكن هي دي الفكرة. هل الفكرة دي مثلا مقبولة إن شخص بيصنع معاصي وذنوب وخطايا وما بيعملش حاجة كويسة للي حواليه لمجرد إن هو مسلم ده عند الله أفضل من شخص بالنسبة له كافر لكن وأخلاقه كويسة وكل حاجة لكن هو مش مسلم؟ نسمع الشيخ يقوله واسمع تعليق أخونا محمد على الأمر ده. تفضل. وكذلك من الأحكام المترتبة على تكفير المشركين عدم مدحهم والثناء عليهم. لا يجوز للمسلم أن يمدح الكفار، لا يجوز أن يثني عليهم، لأن الله ذمهم، لأن الله ذمهم وهم أعداء الله وأعداء رسوله، فكيف تمدحهم؟ فلا تمدح. لأن بعض الناس يقول عندهم أمانة وعندهم معلش نقف لحظة وبعدين نرجع حتة صغيرة. هو بيقول إيه؟ أنت ما تمدحهمش لأن الله ذمهم. الله ذم يعني الله بيذم، يعني الجملة دي صح؟ يعني أنت كإنسان كده بتعبد إله خلقك،
إله هو بيعلمك الصفات، المفروض أنه بيعلمك الصفات الكويسة. إله المفروض أنه هو قدوس، القدوس اللي في الأسماء الله الحسنى دي اللي أنت بترددها كل شوية. هل مقبول بالنسبة لك أن تقول الله ذمهم؟ الله بيذم؟ هي مش الذم دي حاجة مش كويسة، يعني عادة مش كويسة، طبع مش كويس، حاجة تعتبر يعني معصية؟ هل ينسب لله أن هو بيذم بشر؟ وهل الله بالضعف ده أنه هيذم كائن هو خلقه يقدر بنفخة يبيده؟ يعني اعقلوا اللي بتسمعوا. لو ممكن نرجع كم ثانية ونكمل الفيديو، تفضل. يعني بعض الناس يقول عندهم أمانة وعندهم هذه حسن معاملة وعندهم كذا ويثني عليه ويذم المسلمين، يقول المسلمين عندهم خيانة وعندهم غش وعندهم كذا. المسلمون ولو كان عندهم معاصي وعندهم غش فهم أفضل أهل الأرض، مهما كان عندهم من الذنوب فهم أفضل أهل الأرض. إزاي يعني؟ أما الكفار فهم أعداء الله ورسوله، ولو كان عندهم شيء من الصفات التي يتعاملون بها في دنياهم فلا يجوز مدحهم، والله جل وعلا ذمهم. فلا يجوز للمسلم أن يمدحهم أو يثني عليهم، وإنما يجب عليه أن يذمهم لكفرهم وشركهم بالله عز وجل. يعني يجب على المسلم أن هو يذمهم، بالإضافة الذم ده يعني لو هو معصية وخطية، بالإضافة أن هم أصلا كلهم ذنوب ومعاصي لكن هم أفضل عند الله ورسوله. يعني إيه الفكرة دي؟ ردك أو تعليقك إيه على اللي قاله الشيخ يا أخ محمد؟ أولا لازم لكي نحلل هذا المشهد أو هذا المقطع الخاص بهذا الشيخ أو الفيديو، هو لا يقول شيئا جديدا. صحيح. فهذا موجود في التراث، في التراث الإسلامي، على دم الغير أو بالأحرى عدم السلام على الغير أو حتى تكفيره. لأن التراث الإسلامي هو يكفر المخالف. صح. للإسلام أو مخالف للقرآن أو لنبي الإسلام، فهو ينطلق من منطلقات لها أرضية وأسس عنده. لكن في الواقع هناك ناس طيبون ومتخلقون سواء كانوا مؤمنون أو غير مؤمنون، حتى اللادينيين وحتى الملاحدة هناك ناس مثلا أخلاقيون، يعني ليس لهم دين ولكن لهم أخلاق. فلا يمكن أن نعطي حكم قيمة لأي شخص. القيمة الإنسانية للإنسان قبل الدين نعتبره إنسانا، لا يجب أن ندمه. وإذا كان هذا الإله يدم الناس فلا يحق، لا يحق العبادة. صح. لا يستحق سواء العبادة من المسلم أو غير أو غير أو غير المسلم، لأنه ما قدمناش فضيلة نتعلم منها. ده هو نفسه بيزم. لما الإله بيزم يبقى التابعين شكلهم إيه؟ صحيح صحيح. لكن هناك ثقافتين. هناك شخص مثلا يقول أنا مسلم وملتزم بالإسلام والإسلام هو هذا الصنف، هو يمثل نموذج من الإسلام أو نموذج مخالف من المسلمين. هناك مسلمون اجتماعيون لكن لا يؤمنون بهذه الطرهات، وهناك صف ثاني يؤمن ويقول هذا ما أتى بالقرآن وهذا ما أتى بالأحاديث وهذا ما أتى بالتراث. لكن قيمته، هل له قيمة إنسانية؟ هذا شيء ليست له قيمة إنسانية. إذن لا يمكننا أن ندين الشخص أو صاحب الفيديو، ولكن يمكننا أن ندين التراث الذي اعتمد عليه. لا، ما احنا مش بندينه، احنا بنعرض الأفكار اللي الناس بيستقبلوها منه، بيسمعوهم وبيستقبلوها. صحيح. الجزئية اللي هي الخاصة بأن القناعة دي قناعة عند كل مسلم، واحنا كنا مسلمين وكنا مقتنعين بكده، أن المسلم رغم كل المعاصي اللي بيعملها، رغم كل الذنوب اللي هو فيها، هو الأفضل، هو الأحق يعني بالقبول لدى الله من أي حد تاني، من أي حد يكون أخلاقه كويسة بيعمل حاجات كويسة. لا، هو المسلم لكونه مسلم هو أفضل عند الله من أي حد تاني، لأن الله ما بيحبش غيرهم. أيضا في هناك أعتقد آية في القرآن تقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تنهون عن المنكر. كنتم فعل ماضي، يعني كنتم في الماضي، يعني فعل الماضي كنتم. ولكن في الحقيقة هل المسلمون
كانوا خير أمة للناس؟ لا طبعا. أو نتركه كسؤال يعني. خير أمة للناس، لا يمكن أن نسأل هذا السؤال وننتظر إجابات متعددة. فالواقع مثلا نحن نعيش في القرن 21، فالواقع يقول أن المجتمعات الإسلامية هي المجتمعات أكثرها تخلفا، وفي مراتب متأخرة أيضا في التعليم، وفي مراتب للجهل وعدم الاستيعاب وعدم إعطاء الحرية للغير وعدم التأسيس للديمقراطية وللتأسيس لما يسمى بمفهوم الاختلاف داخل مجتمعاتها. صحيح. فالمجتمعات الإسلامية هي أكثر تخلفا. صحيح. فإذا كان هذا الإله صادقا والمسلمون صادقون، فأكيد أنه سوف يمشون بعيدا لو اعتمدوا على تراثهم الأصل. أيضا حتى المسلمين أو بعض المسلمين، ولا أقول البعض عفوا، ولكن غالبيتهم لا يعتمدون على التراث على التراث الإسلامي. لكن إذا رأينا من يتكلم من داخل البوتقة الإسلامية أو من داخل التراث الإسلامي، فليس له قيمة وليس له وجود، فهناك تفكك داخل المجتمعات الإسلامية. فلا يمكن مثلا أن نصف مثلا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها مجتمع مسيحي، هو مجتمع ديمقراطي، فيه مسيحيين وغير مسيحيين، فيه هنود، فيه مسلمين، فيه لادينيين، فيه ملحدين. لا يمكن أن نصف مثلا الصين بأنها البوذية، نصف الصين بجغرافيتها. ولكن دائما نتكلم عن العالم العربي والعالم الإسلامي، دائما نقحم الإسلام داخل البوتقة الجغرافية. لا، لأنه مش مجرد دين، هو الهوية كمان. الإسلام مش مجرد ديانة، ده هوية الشخص نفسه، تعريف الناس دي إن هم كشعوب وكأفراد، إن هم دي هويتهم. صحيح. صحيح. لكن الإيديولوجيا الإسلامية هي التي أقنعت الناس منذ 14 قرنا ونيف، وأصبحت لها جغرافيا. مثلا هناك عرب وغير عرب مسلمين، ولكن نتكلم عن العالم الإسلامي. لكن لما نتكلم عن الغرب، لا نقول الغرب المسيحي، لكن الجغرافيا من شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط نقول بالعالم الإسلامي. إذن هذه إيديولوجيا، وهذه إيديولوجيا خطيرة عن ذاتها أولا، ثم عن الشعوب الأخرى. لكن لا نصف أمريكا اللاتينية بالكاثوليكية ولا شيء. يعني هذه الأسماء هي أسماء إيديولوجيا، وهذه الإيديولوجيا الذين يعني استعملوها أو ابتكروها هم المسلمون ذاتهم. صحيح. صحيح. طيب، يعني هو ده موضوع لو احنا يعني اتكلمنا فيه يعني مش هيكفينا حلقه او اكتر كتير. هذا كتير. فخلينا بقى في لب الموضوع، واهم حاجه اللي هو عمل الرب يسوع في حياتك واختبار ايمانك وازاي عرفت المسيح. لكن اولا لو ممكن تعطينا يعني فكره عن حضرتك لما كنت في الإسلام، يعني كان وضعك إيه؟ هل كنت مسلم معتدل زي ما بيقولوا، ولا في التشدد، ولا يعني قول لنا الموضوع من اوله يا اخ محمد. هو كأي طفل وكأي مسلم ترعرع في أسرة، أقول مسلمة ولو أنني أقول مسلمة اجتماعيا. أيوة. ولكن ليست متدينة 100%، ولكن ما يسمى بالإسلام الاجتماعي. أيوة. لأن في المغرب هناك إسلام، في الحقيقة هناك إسلام واحد، ولكن الإسلام أنتج ثقافته بشمال إفريقيا. يعني الإسلام بشمال إفريقيا هو عكس الإسلام بالشرق الأوسط. طب عكس الإسلام في مصر. ويقولون في التراث أن الإسلام صعب. الشرق نعم. بقول عكس كمان في مصر، يعني في مصر عندنا الإسلام صعب جدا، غير طبعا في المغرب. صحيح. يقولون الغرب الإسلامي غرب الأولياء، والشرق الإسلامي شرق الأنبياء. فالدماء وسفك الدماء كله كان في الشرق الأوسط، وليست له علاقة بشمال إفريقيا، لأن الإسلام بشمال إفريقيا تم تمزيغه، لأن شمال إفريقيا كانوا ناس أمازيغ واعتنقوا بالإسلام، فأصبح الإسلام ليبراليا.
لذلك لا نرى التشدد والعنف بشمال إفريقيا. لكن على أي حال كنت مسلما وأعتقد أنني كنت ملتزما وأحاول أن أفهم الإسلام كأي طفل، وبعد ذلك كأي يافع، وبعد ذلك كأي شاب، لأعيش بالإرث الذي تركه لي آبائي وأجدادي ومحيطي أيضا. فالإسلام بالنسبة لليوم هو مجرد إرث ثقافي، فكان لزاما علي أن أفهمه، فعشت به. لكن لا أقول أنني اعتنقت المسيحية أول الأمر، أنا لم أعتنق المسيحية أول الأمر، ولكن كنت أريد أن أفهم فقط، أو ما يسمى بالفضول. هذا الفضول المعرفي كانت له غاية. ما هي الغاية؟ الغاية هي أن أحاول أن أتكلم مع الشخص المخالف أو الشخص المسيحي من خلال أيضا من خلال تراثه ومن خلال أفكاره، لأقنعه بأن الإسلام هو الحقيقة الوحيدة، وهو كلام أو القرآن عفوا هو كلام الله، وأن من غيره ليس هناك أي شيء. هذه كانت قناعتي في الأول. لكن لما صرت أبحث وصلت لفكرة أولية، أنك لكي تتكلم أو تتكلم عن المعتقدات الأخرى يجب أن تقرأها يقينا من خلال كتابها. مثلا إذا أردت أن أفهم المسيحية يجب أن أذهب لكتابها، فكتابها هو كما هو معروف هو الإنجيل أو ما يسمى بالعهد الجديد، يعني أتحدث هنا عن 27 صفرا، وفيما بعد العهد القديم 39 صفرا. لكن بداية أنا درست الإنجيل ما يسمى بالعهد الجديد لكي أفهم ولكي أقحم أيضا ما يسمى بالمسيحيين، لأن كان هناك مسيحيون داخل المغرب وكانوا أيضا هناك مبشرون داخل المغرب. هذه هي غايتي في الأول، يعني كان فضولا ثم تحول لإقناع الطرف الآخر لكي يأتي إلى الإسلام. لما درست العهد الجديد بداية وأنا كمسلم، أقول أن كان لي هوس أو افتخار لكوني مسلم، وكنت أعتقد في ذلك الوقت، وأتكلم هنا عن فترة 98 إلى عفوا 98 حتى لسنة 99 و 2000، أدرس الإنجيل وأفحم ما يسمى بالمسيحيين سواء كانوا مغاربة أو أجانب. فكنت أفتخر مع نفسي كوني مسلم، وأن القرآن له سجع، وأن نبيه أو نبي الإسلام خلق ثورة في القرن السادس الميلادي وأتى بدين وأسس إمبراطورية امتدت من الصين إلى غرب أوروبا، يعني إسبانيا وفرنسا وشمال إفريقيا في ظرف وجيز، يعني 14 قرنا. فكنت أعتبر نبي الإسلام أنه شخص سياسي محنك وكان ذكيا، إنما ما رحت أكتشفه هو أن نبي الإسلام مثلا، أعطيك مثلا فقط، هناك العديد من الأمثلة، أنه لم يكن أميا، لكن في تراثنا وفي ثقافتنا الإسلامية عرفنا نبي الإسلام أنه أمي، وأنه خاطبه إله القرآن بقول اقرأ، فكان يرد ويقول فما أنا بقارئ. وهذه المسألة كان حللها عندنا بالمغرب أحد المفكرين المغاربة واسمه محمد عابد الجابري أو الفيلسوف محمد عابد الجابري، فقال أن محمد لم يكن أميا
لكن كان قارئا وكان يعرف القراءة، ولكن الأمية تتكلم عن أمة ليس لها كتاب. لأول مرة أسمع هذا الشيء، لأول مرة حقيقة أسمع هذا الشيء، لكن ما كنت أعرفه في طفولتي وفي يفاعتي وفي شبابي أن النبي الإسلام كان أميا. فبدأ لي تساؤل وبدأ لي تشكيك في محمد عابد الجابري وغيره، وأقول بأن هؤلاء الحداثيين أو هؤلاء أو ما يسمى من قبل، مع العلم أن محمد عبد الجابري ليس قرآنيا أو القرآنيين، إنهم يحاولون صناعة عقيدة أخرى من داخل الإسلام، فيجب علي أن أبحث كثيرا كي أعرف الإسلام. لكن فهمت فيما بعد أن نبي الإسلام لم يكن أميا، وإذا افترضنا أنه كان أميا ويخاطبه الله ويقول له اقرأ، والله عالم بكل الأسرار، فهو يعلم أنه أمي، فلماذا يقول له اقرأ؟ فلا يمكن أن تقول لأمي اقرأ، وحتى لو قرأ ماذا سيقرأ؟ القرآن كان منثورا ولم يكن في ذلك الوقت، سوف يقرأ لو كان نبيا سوف يقرأ الكتب التي كانت قبله. وما هي الكتب التي كانت قبله؟ كان الإنجيل وكان الزبور وكانت التوراة. ولما أقصد بالزبور أقصد مزامير، ما يسمى بمزامير داود في الإسلام، وتكلم عنها القرآن أيضا. ثم نقرأ في سورة الحجر 9، ماذا يقول إله القرآن؟ نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، أي إله القرآن أنزل الذكر وله حافظ، وهذه منطقيا مقبولة. لكن مرة أخرى يتكلم عن موسى أنه أعطاه نفس الذكر الذي أعطاه لنبي الإسلام، وأتينا موسى ذكره، يعني نفس الذكر الذي أتي لموسى قبل هو نفس الذكر الذي أتي لنبيه الإسلام. فلماذا يسمح بتحريف الأول ولا يسمح بتحريف الثاني؟ أو بالأحرى، لماذا لا يسمح بتحريف الأول والثاني والثالث ولا يسمح بتحريف الرابع؟ لما أقصد بالأول أقصد التوراة، ولما أقصد الثاني أقصد الزبور، ولما أقصد الثالث أقصد الإنجيل. ثم هناك فترة زمنية من آخر كتابات، الإنجيل في القرن الأول الميلادي، القرآن في القرن السادس الميلادي، هناك 600 سنة مظلمة عاشوا فيها الناس على ضلال، ثم يأتي القرآن ويقول هذا هو الكلام الصحيح وهذا هو الكلام الذي يجب أن تتبعوه، لأن الكتب الأخرى تم تحريفها. ثم ذهبت في هذا الشق، يعني الشق المتحدث عن التحريف، وبحثت فيه. لما نأتي للقرآن، ماذا يقول القرآن؟ يقول ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يتكلم عن كتابة باليد، لكن لا يحدد لنا من الذي كتب باليد. المفسرين بعد 200 سنة من الإسلام قالوا أن اليهود هم الذي حرفوا، ولكنهم لم يقولوا أنهم حرفوا بالكتابة، لكن حرفوا بلي اللسان. لذلك يتكلم القرآن ويل للذين يلون لسانهم، يعني يلون لسانهم، يعطون عبارات غير صحيحة لكن النص صحيح. وأكبر دليل على ذلك أن نبي الإسلام في أحد فتراته استشهد بالقرآن بالتوراة، ووضعه فوق وسادة وقال آمنت بك وآمنت بالذي أرسلك. هذا موجود في التراث الثقافي أو التراث الإسلامي عند المسلمين. هذه جزئية. طب قبل ما تنتقل لجزئية تانية يا أخ محمد، خليني كده أقول لحضرتك اللي أنا يعني فهمته من اللي حضرتك قلته. حضرتك من أسرة مسلمة مغربية، ما فيش في المغرب التشدد، نشأت في الإسلام، كان عندك فضول أنك تعرف الكتب الأخرى، الكتاب المقدس اللي موجود فيه، عشان كنت عايز أنك أنت يعني تتناقش، أنك أنت تجادل، أنك أنت تكشف للغير المسلمين أن الإسلام هو الأفضل.
يعني حضرتك بعد كده بتقول انك حضرتك انا ما عرفتش انت وجدت ايه في الكتاب المقدس لما ابتديت ان حضرتك تقرا فيه، لكن عرفت بعد من حضرتك بعد كده انك انت انتقلت انك تشوف بعين جديده بقى او بعين استكشافيه من خلال البحث للقران، انك انت طلعت منه الامور اللي اتكلمت فيها عن ان محمد ان هو ليس امي وكل الامور، لكن هو بيقرا ويكتب الحاجات اللي حضرتك وضحتها لنا ديت. فده اللي انت ابتديت تشوفه في الاسلام، لكن اكيد في نقطه يعني مش معقول هتخرج من انك انت عندك فضول انك تعرف ايه اللي في الكتاب المقدس عشان تقحم الناس اللي بيتبعوه للمرحله اللي انت اكتشفت فيها الموجود في القران. ففي نقطه كده او حلقه مفقوده مني عايزه اعرفها عشان اقدر يعني افهم حضرتك بتقول ايه وعشان استرسل معاك. لو خليتيني اعطيتيني بعض الوقت هوضح كل وقت حضرتك، بس بعتذر عشان عايزه اكون بفهم كل الاسترسال. سوري للمقاطعه، اتفضل. قلت في الاول ان بحثي كان مجرد فضول ثم اصبح معرفه، وهذا الفضول ساعدني ايضا كي ليس أن أعرف المسيحية ولكن حتى أعرف خلفيات معتقدي أو معتقد بالضبط. معتقد الجزء ده أنا عايز أفهمه مع حضرتك بوضوح، لأن في ناس بتبقى بتبحث بس مش عارفة إزاي تبحث، مش عارفة بداية البحث، مش عارفة إزاي توصل يعني لقناعة أو لنتيجة إن هي وصلت النتيجة. ما أنا ببحث لكن هل أنا وصلت النتيجة؟ إيه اللي يخليني أعرف إن أنا وصلت النتيجة؟ فلو حضرتك ممكن تساعدنا في الجزئية دي من خلال حاجة أنت فعلا عشت فيها. هو في الحقيقة تجربتي كانت مريرة لكي أصل إلى المسيحية. لذلك قلت منذ بداية الحلقة أنني لم أصل للمسيحية هكذا أو صدفة. يعني انتقالي أو ما يسمى تحولي من الإسلام إلى المسيحية لم يأتي عبثا، ولكن للاختصار فقط، وممكن أن أضيف شيئا، أصبحت أدرس العهد القديم ثم تحولت لأدرس العهد الجديد بعين أخرى. أمين. لما أقول بعين أخرى لأنني لم أصل إلى قناعة، ولكن وصلت لشيء يحدثني ربما أن هناك شيء أو حلقة مفقودة ما بين المعتقدات الدينية أو ما يسمى بالمعتقدات التوحيدية، ولو أن هذه الفكرة بتاع المعتقدات التوحيدية هي خاطئة أصلا، ما فيش معتقدات توحيدية فيما سوف أفهمه فيما بعد، لكن ستلقى عيني على إنجيل متى وأقرأ بالضبط الإصحاح 11 والفقرة 28. أنا دائما أكرر هذه الفقرات، فقرة 28 حتى 29. ماذا تقول؟ تقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والرازخين تحت الأحمال الثقيلة وأنا أريحكم، تعلموا مني فإنني رهين وحملي خفيف. المسيح هو يخاطب الناس ويقال ويقول لهم تعالوا إلي لأنني رهين. المعتقدات الأخرى سواء كانت تدعي أن لها وحي أو لها مصدر إلهي أو غير ذلك، لا نجد مثل هاته الجمل، أن شخص ما سواء مهما يكون أن يقول تعالوا إلي. فأنا كنت متعب في تلك الفترة، متعب في بحثي في الإسلام، ومتعب في بحثي في المسيحية، ومتعب في بحثي في الفلسفات المادية، ومتعب مع ذاتي، مع يقيني. ما هو اليقين؟ هل يمكن أن نصل إلى يقين؟ أو ممكن أن لا يكون هناك إله، لكن خلفيتي جعلتني تؤمن أن هناك إله لكنني لا أعرفه، سواء كان في الإسلام أو المسيحية أو غيرها. ثم بساطة العهد الجديد ومخاطبته للناس كإنسان. المسيح خاطب الناس كإنسان وكلم الناس كابن إنسان. مثلا لما نقرأ مثلا في يوحنا الإصحاح 17 آخر صلاة له قبل صلبه،
لما يتحدث أنه أتى للعالم كي يؤسس مأمورية ويقول أن هؤلاء الناس هم لي وأنا وأنت واحد، يتكلم مع الله أنه واحد. فهذه الفقرات الكتابية أرجعتني مرة أخرى للقرآن لكي أفهم معنى الروح. ممتاز. معنى الروح حلو أو جبريل حلو أو روح القدس ماذا وجدت؟ يعني ربط معرفي، بتعمل ربط معرفي. فكرة فقط. لا يعني... أضيف هذه الفكرة فقط. تفضل. هذه الفكرة لأنها مهمة جدا. لما تروح للقرآن لن تجد في التفسير كلها تفسير لمعنى الروح أو الروح القدس. صح. حاول الجلالين أن يتكلم عن الروح ولكنه عمل كثير من الأخطاء، لأنه تكلم عن المسيح ولا يفسرون الروح، لكن الروح شيء آخر. تفضل. يعني بقول لحضرتك كده، يعني كده حضرتك خرجت بقى من جزئيه البحث بنظره واحده او باتجاه واحد او بشكل في تعصب او في تشدد، للبحث بقى بشكل عام بشكل منفتح، ان انت اخذت مرحله تانية من البحث، انك بقى بحث معرفي اكتر، بانك شفت هنا موجود ايه وفتحت عينك انك او بدات تبحث بشكل تاني في القران بعين تانية، انك تشوفه من خلال المعرفه اللي انت وصلت لها في الكتاب المقدس. صحيح صحيح. واصبحت في تلك المرحله اشارك ما توصلت اليه. اي يبقى على الباحث ان هو على الباحث ان هو يتبع الحياديه في بحثه اذا كان عايز يوصل للحق. صحيح. صحيح. لكن اصبحت اتواصل مع الباحثين ومع الاساتذه الجامعيين. كانت عندنا جامعه بالدار البيضاء اسمها جامعة الحسن الثاني، جامعة كلية الأدب بالمحمدية، وكانت هناك شعبة للدراسات الإسلامية. فكنت أتوجه لأساتذة تلك الشعبة وأطرح عليهم هذه الأفكار. لا أقول أنها جديدة، لأن سوف أكتشف أنها لم أكتشف أن شيئا جديدا، ولكنه كان موجود، لكن ليست هناك أي إجابات، مع العلم أن هذه شعبة الدراسات الإسلامية بالمحمدية، ولم تكن هناك إجابات عن لكي تشفي غليلي مثلا عن أمية محمد وعن مسألة التحريف ومسألة الصلب الموجودة أيضا في القرآن. أنا في تلك الفترة أيضا لازلت أنطلق من القرآن وأخاف أن أقول أن القرآن أنه ليس كلام الله. كنت أخاف من ذلك، لي شعور أن هناك شيء غير 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 واضح، ولكن كنت أخشى أن أقول أن القرآن ليس كلام الله، ولكن أرد اللوم لنفسي مرة أخرى وأقول إنني لم أفهم تراثي ولم أفهم القرآن ولم أفهم نبي الإسلام. ثم أتت مرحلة أخرى، وهي المرحلة ما يسمى بالمرحلة التي لم أحادث فيها الناس أو الأساتذة عن ما توصلت إليه، ولكن صرت أبحث وأبحث وأبحث وأروح، وهناك من يعيشون بالدار البيضاء مثلا يعرفون أن هناك مكتبة كبرى اسمها مكتبة آل سعود بمنطقة بحرية بالدار البيضاء. كنت أروح كل سبت وأخذ كتب وأدرس كتب عن الإسلام وعن المسيحية لأنها موجودة، ولكن لم أتوصل لأي شيء. لكن أخذت الكتاب المقدس وبدأت أدرس فيه بعين منفتحة، وتوصلت أن المسيحية هي المعتقد أقول الشخصي أو الفردي اليقيني بالنسبة لي والرجاء بالنسبة لي، لأن المسيح دائما يتكلم مع الناس أو مع التلاميذ ويقول بالمفرد اتبعني، ولا يقول اتبعوني إلا في حالات قليلة، لكن هو ينادي الفرد ولا ينادي الجماعة، ينادي الفرد وبعد ذلك الفرد ممكن له أن يكون الجماعة أو جماعة الإخوة فيما بعد.
طب حضرتك قلت جملة حلوة قوي وصادقة جدا جدا يعني عن الحالة اللي حضرتك كنت فيها وانت بتبحث، قلت كنت خايف، ودي حقيقي يعني كتير من اخواتنا العابرين واخواتنا العابرات يعني كان عندهم نفس الفكرة او نفس الموقف، ان في وقت معين انا خايف ان انا اقول ان الاسلام ده مش الدين الحق، انا خايف ان انا اقول ان القرآن ده مش من عند ربنا ولا محمد رسول. حضرتك قلت بما معناه يعني او نفس الوضع اللي كتير يعني، وانا كمان لماذا؟ يعني كلنا مرينا بالحاله دي. لماذا؟ لان بطريقه غير مباشره هناك الوضع الاسري والوضع المجتمعي والوضع التعليمي، وهناك الخلفيه اي الخلفيه الذاتيه للشخص اقول المتحول، ولو انني لا احبذ كلمه عابر ولكن حبت كلمة المراجع لأفكاره، لأن الإسلام نحن ورثناه لكن لم نفكر فيه، يعني مجرد إرث. عكس المسيحية، لا يمكن أن أورث مثلا ابنتي اليوم وأقول لها أن تصبح مسيحية، فلما تصل إلى 18 سنة لها الخيار أن تتبع ما تشاء، لكن أنا مسؤول عنها كي أربيها حتى تصل إلى سن 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 الرشد، لكن هذه قناعات وهذه خيارات وهذه مراجعات، لكن الإسلام هو مجرد إرث. ويقولون مثلا في اللغة العربية وعندكم في مصر والشرق الأوسط يقولون أن كل إرث له وارث وكل وارث له موروث، فهذا موروث ثقافي وموروث ديني، ولكننا لم نصنعه ولم نفعل شيئا فيه، ولكن مجرد إرث ثقافي كما قلت. تمام. هو أنا سؤالي لحضرتك من الجملة أو الجزئية اللي حضرتك طرحتها إنك كنت خايف إنك أنت تفكر إن القرآن مش من عند الله، لكن حضرتك قلت بعد كده إنك أنت انتقلت بفكرك وبقناعاتك من خلال البحث والمعرفة إن المسيحية هو علاقة مع الله، هي دعوة لوجود علاقة مع الله. يعني عايزه يعني حاسه ان هي يعني نقله كبيره قوي، ونفسي انك انت توصل لينا ولكل مشاهد انت وصلت لكده ازاي، وصلت للقناعه دي ازاي، من المكان دوت للمكان دوت ازاي. صحيح المسيحيه هي علاقه مع شخص يسوع المسيح، وليس لها دخل اي طرف ثاني. لما تؤمن ولما تتخذ قرار أن تتبع شخص المسيح، ليس هناك طرف ثاني أو وسيط يقول لك شيء أو يمكن أن يكفرك. فمثلا نحن في عند المسلمين فنحن كافرون، لأننا لا نؤمن، لسنا نؤمن بالإسلام ولا نبي الإسلام. لكن في المسيحية أن تتخذ قرارك، فقرارك يتعلق بك وبشخص يسوع المسيح، وليس له علاقة مع أبوك أو أمك أو أخوك أو أختك أو عائلتك أو مجتمعك أو محيطك، فهو قرار فردي وهو لا يتكرر، وحتى الاختبار الشخصي لا يتكرر. فأنا رويت لكم اختباري، فاختباري هو مخالف لاختبار للعديدين، فكل شخص كيف أتى لشخص يسوع المسيح، فهناك أشخاص أتوا برؤية، وهناك أشخاص أتوا بتعب، وهناك أشخاص أتوا بتبشير. أنا لم أتكلم عن فعل التبشير لأن ليس هناك متسع من الوقت، لأن كنت أيضا أحاور بعض المسيحيين المغاربة، لأنهم يحاولون أيضا أن يقنعوني المسيحيين المغاربة. دول أصلهم من أصل إسلامي، مش هم يعني هم كانوا صحيح يعني ليهم نفس هم من الخلفية، هم من أصول إسلامية، ونحن اليوم نعيش ربما الجيل الخامس أو الجيل السادس. هناك الجيل الأول يرجع إلى الستينات، يعني أنا قابلت ناس من الستينات يعني كبيرين في السن وغير ذلك. نحن نعيش حاليا الجيل الخامس او الجيل السادس من المسيحيين المغاربه.
هؤلاء المسيحيين المغاربة في الأول يحاولون أيضا أن يتكلموا معي أن المسيحية هي الخلاص. أنا لا أنكر أنهم فتحوا لي بعض الطرق لأفهم كثير من الأشياء، لكن كان همي أن أهدم ما يؤمنون به. لكن الذي انهدم هو تراثي، هو إيماني السابق، هو إسلامي، هو محمدي، ولكن وصرت هكذا. يعني هم لم ينهزموا ولم ينهدموا، لأن الذي فيهم هو أقوى مني. تمام. بس يعني أقدر أقول رد السؤال اللي قلت حضرتك لما قلت أن أنت خايف، كنت تخشى أنك تقول أن القرآن مش من عند ربنا، لغاية لما وصلت لقناعة الإيمان أن ما بين دي ودي هي مرحلة الدراسة والبحث، وأنك يعني بقيت بتروح من مرحلة لمرحلة في البحث لغاية لما وصلت لهذه القناعة. حضرتك قلت أن كنت بتناقش المغاربة والمؤمنين وبتطرح عليهم تساؤلات، بتطرح عليهم الأمور اللي أنت كنت عايز يعني تقحمهم فيها. هل من الحاجات اللي أنت كنت بتطرحها عليهم، يعني هل لقيت أن عندهم صعوبة في أن هم يردوا؟ يعني في الإسلام كان إحنا ما نقدرش نسأل عن أشياء، لأن لو سألنا عنها تسؤنا فما ينفعش نسأل. لكن أنت لو أنت بتبحث في كتاب مقدس وأنت بتحاول تطلع شبهات وأنت بتحاول تطلع تناقضات، أي أمور تقحم بها المسيحيين دول، هل في حاجة من اللي طرحتها عليهم ما قالوا لك لا ما تسألناش، ما عندناش إجابة، أو أنت ما شعرتش أن دي إجابة كافية؟ في الحقيقة أنا ما شعرتش بأن هذه الإجابات هي إجابة كافية، لأن كنت ملحاح في الأسئلة بتاعي لكن لم أجد إجابات كافية. لماذا؟ لم تجد إجابات كثيرة ولا لقيت إجابات لأسئلتك؟ عشان لم أجد إجابات لأسئلتي الكثيرة، ربما للبعض ولكن ليس إجابات عمومية أو شاملة لكل ما أبحث عنه. لكن مع نفسي ومع الوقت اكتشفت أن إجاباتهم كانت صادقة. يعني الإشكال ليس يعني لم تكتفي بالإجابة اللي سمعتها منهم، أنت رجعت الإجابة. صحيح. تمام. رجعت الإجابة، ولكن إجابتهم اكتشفت فيما بعد أنها كانت صادقة. صح. كانت صادقة، وطروحاتهم أيضا كانت أيضا صادقة. لكن لما تتكلم مع مسلم فهناك التشبث أو اليقينية أنه على حق، فلا يمكنك أن تعطيه جواب ويستسهله ويأخذه معك. لا تنسي أنني كانت لي خلفية إسلامية، فلا يمكن أي إجابة أن أخذها هكذا. لازم واضح يعني حضرتك يعني عندك زين الاعتزاز بالنفس والاعتزاز يعني. بما الاعتزاز بالنفس واعتزاز بما تؤمن به وأنك واثق بأنك على الحق، لكن إجابات لا أقول أنني آمنت بتلك الإجابات، ولكن فيما بعد فهمت وبالبحث فهمت أن إجاباتهم كانت صحيحة. أكيد كان في وقت معين أخي محمد قلت يعني الوقت ده خلاص، قناعتي اكتملت، كل أسئلتي لها أجوبة، أنا خلاص النهاردة أنا بقرر أن أنا أتبع شخص الرب يسوع المسيح. هل كان عندك اللحظة دي ولا إيمانك جاء بالتتالي بالتتابع؟ أتت مرحلة لم أعد أناقش فيها الناس، لكن أبحث وأقرأ، وأنا شخصياً أدون أي شيء وقع لي في حياتي. فأمنت في 15 أكتوبر 2000، يعني منذ 24 سنة تقريباً. في التاريخ ده أنت قررت تتبع الرب يسوع، يعني 15 أكتوبر 2000 قررت أن أتبع يسوع المسيح. ولازلت أتعلم حالياً، ولازلت أتعلم وأعرفه، ولا أقول أنني إنسان كامل حتى اليوم. لا يمكن أنا شخص مسيحي لكنني كمالي هو راجع لشخص المسيح وليس لي. فليس فينا شيء يمكننا أن نفتخر به اليوم، ولكن شخص يسوع المسيح هو الحال فينا، وهو الذي
لا أقول يكفر ولكن يغطي عن أخطائنا، سواء خصوصا الفكرية والعملية في 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 أي مجتمع نكون فيه. لازلنا نتعلم، لا نقول أن نحن كاملين، لكن كاملين في شخص يسوع المسيح. طيب، هل حضرتك أخ محمد كمان كنت في بحثك كنت محايد في جهة الإسلاميات في الجزء الإسلامي، والنتائج اللي أنت كنت بتطلع بيها من كل دراسة ومن كل بحث، هل كنت محايد وأخدت الأسئلة اللي وقفت قدامك دي، أو النتائج اللي وصلت لها، أو النظرة الجديدة اللي بقيت بتنظر لها للنص الإسلامي، وذهبت بيها لشخص متخصص وسألت عشان تكون يعني منصف، وسألت وطرحت عليهم الأسئلة دي ولقيت أجوبة، أو كان في محاولة لطرح الأسئلة عليهم؟ هذا السؤال ذكي وجميل أيضا. وفي الحقيقة الحياد كان قبل الإيمان وأيضا بعد الإيمان، حتى وأنا في الإيمان أنا محايد، مثلا في كلامي مع المسلمين أنا لا أتهجم على المسلمين، أنا أطرح أفكار وأطالب بإجابات وأحاور الناس، لكن في الغالب لا أكون أنا هو المبدي، لكن الشخص الآخر هو المبدي، أنا لا أبدي. يمكن وفي الحقيقة يقولون أن كل مسيحي مسيحي هو مبشر، أنا لا أعتبر نفسي مبشرا، لكن إذا سألتني فأنا سوف أجيبك. لا، أنا سؤالي حضرتك يعني أخذت الأسئلة وطرحتها، يعني بحثت عن أجوبة لأسئلتك أو للنتائج اللي خرجت بيها من البحث؟ صحيح، أنا قلت أن في الجامعة طرحت كثير وكتبت كثير وأعطيتهم لبعض بعض الأساتذة، لكن لم أتوصل إلى إجابات. أيوة. ومع أصدقاء ومع متخصصين، لكن لم أجد أي إجابات، ولا حتى زي الجانب المسيحي لما لقيت إجابات وأنت بنفسك حللت الإجابات واقتنعت بعد كده، ما لقيتش عندهم إجابات أصلا على المسلمين ولا على المسيحيين؟ عند المسلمين. أيوه، عند المسلمين. ما أنا بقول لحضرتك، حضرتك قلت إنك عند المسلمين لم أجد إجابات. أيوة. لكن يقولون أن هذه الأسئلة تؤدي إلى انحراف أو عدم الإيمان. نحن نصدق بنبي الإسلام ونصدق بالقرآن ونصدق بالتراث الذي وصلنا، لكننا لا نطرح هذه الأسئلة، لأن هذه الأسئلة تؤدي إلى المكاره، يسمونها في الفقه الإسلامي تؤدي إلى المكاره. يعني هذه الأسئلة لا يطرحها شخص عادي، مع العلم أنها كانت أسئلة بريئة. بس هم ما عندهمش إجابة. لا صحيح، ما فيش إجابة. في فقرة تقول لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسئكم، مع العلم أن السؤال هو انطلاقه هو الشك، لما أشك فأنا أسأل، أو رغبة في المعرفة، يعني أنك عايز تعرف أكثر، معرفة فقط. ولم أكن في الأول لم أكن أريد أن أشكك في الإسلام ولا شيء، صح. لكن من الذي ساعدني؟ ساعدني هؤلاء، وساعدني التراث الإسلامي، وساعدني القرآن، وساعدني شخصية نبي الإسلام، وساعدني كثير من الأشياء، وساعدتني الفلسفة أيضا، وساعدني أيضا التراث، أقول اللوتورجية المسيحية الأولى التي ترجع للقرون الأربعة الأولى بالشرق الأوسط. فالمسيحية هي ليست غربية، ولكنها منبعها هو الشرق الأوسط أيضا. يعني مش غربية ولا أمريكية ولا أوروبية، ولكن أيضا بالشرق الأوسط. أكيد طبعا. طيب، حياتك بقى بعد الإيمان، حضرتك قلت التاريخ إيه؟ حضرتك قلت ممكن تقولي 15 أكتوبر 2000. تمام، من يوم بقى 15 أكتوبر 2000 الوقت اللي انت قررت فيه انك تتبع المسيح، هل شعرت في ان في تغيير في حياتك، ان فعلا في لمسه حقيقيه من اله حقيقي، حاجات كنت بتتوقع تكون في تعاملاتك مع الله قبل كده وما وجدتهاش، واكتشفت انك انت فعلا ابتديت تعيشها حياتك بعد الايمان بعد كده مع المسيح؟ صحيح، لما امنت بالمسيح
هي تغيرت حياتي رأسا عن عقب. المسيح غير مجرى التاريخ وأيضا غير مجرى تاريخي الصغير. محمد قبل 15 أكتوبر 2000 ليس هو محمد بعد 15 أكتوبر، ولولاه انزلاقاته الخاصة والذاتية أو خفقاته الذاتية. طبعا احنا بشر، لكنني لست هو شخص ما قبل 15 أكتوبر 2000، فأنا أمشي مع المسيح وأعتبر نفسي أحد أتباع المسيح الذي يحاول أن يتبعه بجهده وبكل ماله وبكل ما أوتي. لكن هناك فكرة أريد أن أوضحها، وهي أن لما تؤمن بالمسيح لازم تركز عن شخص المسيح وكلمات المسيح وأسفار العهد الجديد وأسفار العهد القديم والتراث المسيحي لكي تفهم وتكون لك إيمان يعني قوي ومبني، أن تبني نفسك من خلال ما تقرأه من الكتاب المقدس. طبعا الكتاب المقدس هو أساس ما تسمعه أساس وليس من الإيمان المسيحي طبعا. بس أنا كان عندي سؤال لحضرتك، يعني بعد الإيمان موقف الأسرة كان تجاهك إيه؟ هل كان في قبول ليك؟ هل كان في أعداء؟ هل شعرت بأي خطر على حياتك؟ يعني كان موقف الأسرة إيه تجاه إيمانك؟ بعد إيماني مريت ربما 3 أسابيع أو أسبوعين وأعلنت إيماني، كان هناك رفض، لكن بعد 3 شهور صارت الأمور كما هي، وكلمني الوالد وقال لي كن ما شئت لكن لا تكلم الناس ولا تكلم العائلة وعيش حياتك خليه في سرك. بس هم كانوا عارفين أنك أنت بتبحث وأنك أنت يعني واخد الأمر بجدية؟ من قبل هم حسوا، لكن ما يعرفوش أن مصاري حيؤدي للمسيحي. ما كانوش حسوا أن هناك شيء لكن غير متوقعين. لكن مع أخويا، في أخويا أتى من بعدي في 2007 كانوا متوقعين منه أنه حيصير مسيحي. أخو كمان آمن بالمسيح في 2007، هذا بعدين يعني بعد 7 سنوات. ده من خلال نقاش معك ومع حضرتك ولا هو نفسه بحث؟ للأسف هو لا، في الحقيقة هو كان يقرأ بعض ما أكتبه وأدونه، وكان يقرأ لما أكون أنا مش بالبيت. يعني ويقرأ سريا، وبعدين رأى قنوات، كانت في ذلك الوقت قناة الحياة، وكان بطرس زكريا، أبونا زكريا بطرس، والأخ رشيد. هو يشوف بعدين آمن، قال لي أنا صرت مثلك، أنا ما كنتش مصدق. اللي كنت مصدق أن أخوه الأصغر حيأمن بالمسيح، لكن أخوي الأصغر لحد الآن هو ما آمنش لا بمحمد ولا بالمسيح، لكن أخوي اللي بعدي هو آمن بالمسيح. أمين. اللي كنت متوقعوش أنه حيأمن بالمسيح. رائع جدا. أنا عارفة أن في أسر كاملة في المغرب يعني مؤمنين بشخص الرب يسوع المسيح. نشكر رب جدا من أجلك أخونا محمد، ومن أجل عمل الرب في حياتك. أنا نفسي من خلال تجربتك ومن خلال كل اللي مريت بيه أن حضرتك تقدم رسالة لكل باحث عن الحق، لكل شخص أمين يعني عنده رغبة وعنده أمانة تجاه حياته الأبدية، أن هو فعلا يصل للحق. فأنا عايزة حضرتك من خلال خبرتك دي تقول له رسالة، تقول له نصيحة، يعني تفضل حضرتك زي ما الرب يقودك، يعني تفضل. الرسالة بسيطة فقط، لا تثق في أي شيء إلا في ذاتك، ثق في ما تقرأه وما تفكر فيه، سواء كان صوابا أو خطأ، المهم ستصل، لأن الله الذي تبحث عنه هو سوف يؤدي إلى كنت يقود. مقتنع أنك تبحث عنه بكل قلبك فهو سوف يأتي إليك. المهم لا تثق في أي شخص وفي أي شيء تقرأه، لكن ابحث وقرأ واسأل، ولكن ثق في ذاتك فقط.
تقفي ذاتك ويكون أمين تجاه الرغبة ويكون أمين أيضا في بحثك، وستصل في النهاية، لأن الله لا يترك من يبحثون عنه بكل قلوبه. نعم. هذا بإيجاز الأخت نورة. أشكرك جدا، وده فعلا اللي شفناه وسمعناه من حضرتك، إن فعلا الله لم يتركك لأنك كان عندك رغبة حقيقية إنك تعرف الإله. ولو كانت البداية ما كانتش رغبة إنك تعرف، حضرتك قلت إن أنت كنت من باب الفضول، لكن نشكر رب إن هو وصل بيك لمعرفة شخص ومعرفة حقيقية. أشكرك جدا. الفضول والهجوم. الفضول نشكر والهجوم. رب. أشكرك جدا أخونا محمد على وجودك معنا النهاردة. شكرا. اتشرفنا بيك جدا، واختبارك فعلا شجعنا، ربي باركك ويكمل عمله الصالح في حياتك. أشكرك جدا. شكرا. مرحبا. شكرا ليك. أشكرك مرحبا. وشكرا لحضراتكم على متابعة الحلقة النهاردة. شايفين قد إيه عمل الرب عظيم، ورب ليه طريقة وليه طرق مع كل شخص مختلف عن التاني، لكن الله في النهاية عايز يوصل بيك وبيكي إنك تكون بتعرف الحق، وبتعرف ان الرب يسوع المسيح هو الطريق والحق والحياة. الاسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم. على قد ما في ايادي تمدد، كان كل هدفها تسدد، على قد